الأرجنتين هي أول دولة لعبت كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وأول فريق وصل لنهائيات كأس العالم وخسره. وطبعا الأرجنتين تاريخ كبير جدا في كأس العالم. في عام 1893 تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وبدأ الدوري العام اللي بيعتبر من أقدم المسابقات الوطنية في العالم. القدم الأرجنتينية العريقة العالية الكعب في الملاعب الخضراء كان عليها أن تنتظر طويلا لكي تحصل على ما تستحق من ألقاب وأمجاد حقيقية.
مونتي. جيمبس. أرديلس. مارادونا. ميسي هم أشهر نجوم كرة القدم الأرجنتينية عبر تاريخها، ويبقى السؤال: هل يستطيع ميسي ورفاقه تحقيق البطولة أم لا؟ سؤال ستجيب عليه مباريات مونديال روسيا 2018.